كذلك تكامل الأدوار ما بين، أنا أتكلم عن دعم حكومي غير مسبوق لهذا القطاع، ماذا كذلك عن تجاوب كذلك وتفاعل واستثمارات القطاع الخاص في مجالات السياحة، تكامل الأدوار كذلك ما بين كل الشركاء. هو اليوم عندنا وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للسياحة مع المزودين الخدمات السياحية. صندوق التنمية السياحي صندوق جاهز ويسوي دعم كبير للناس الراغبين في تقديم الخدمات السياحية، في تفعيل أدوارهم. فهذه من ضمن خارطة الطريق اللي موجودة اليوم على الوثيقة الموجودة حق السياحة الوطنية. الدعم هذا اللي المعمول هو الشيء اللي يساعد الناس في أنهم يبتكروا أفكار سياحية جديدة ورائدة ترتقي بالسياحة وتقديم خدمات سياحية للناس.